الشماعة التي تعلق عليها الناس المسجد فقط والقرآن نصارى هذا حتى والقرآن العظيم والقرآن العظيم هذه شكون كان ينجم يتكلم شكون كان ينجم يتكلم فنان كبير شعبان عندما أنظر إلى نفسي في القرآن لا أخجل من نفسي ولا أستحي من نفسي مواقفي في مشاكل بلادي وفي المنطقة العربية وفي العالم والإنسان والإنسانية معروفة والتاريخ 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 وغربان الزمن اللي صفي ما يبقى في الوقت الحجر واللي عنده موقف واللي ما كانش عنده موقف أنا أحاسب على الذي صدر على لساني وصدر على قلمي وما غنيت مدة 30 سنة وأنا نجم قبل 7 من نوفمبر أنا أول فنان تونسي أعتز أني فتحت مهرجان قرطاج وفتحت الباب للتوانسة لإخواني التوانسة زملائي أنهم ياخذوا حفلة وحدهم في قرطاج أنا نجم وعمري ما غنيت انظروا إلى تاريخي الفني ومواقفي الفنية وأنا ألف في العالم في أمريكا وفي فرنسا وفي اليابان وفي الصين وفي الهند في الوطن العربي هل أنا كنت تابع لهذه الأنظمة هل كان الملولي بحاجة إلى أن يستقبله الرئيس في المطار هل كان يتمرن في المسابح متاع 7 من نوفمبر هذه الأنظمة كانت تتسلط على الأسماء الناجحة لتنسبها إليها أنها تحب تقول أنها عملتها ولكن أنا عملني فني وعملتني